السي فوزي القجع يعني هو يعني كيعاوننا ماشي على حساب الجميع، كيعاوننا هو في التنقل ديال مثلا شي حاجه على برا، طائرات وفيزا وهادي وصافي، كيشد كل واحد كيتقاتل على راسو، كاين اللي يحسن له كيتسلف ويتكلف باش يجي ويحضر معنا باش كيتقاتل على الفكره ديال القسم القامه. خسرنا بواحد زيرو في الربع النهائي، حيدونا الكل الاول وحيدونا شحال ما فوق، خصهم يطيرونا صح. الدوله العربيه الوحيده اللي مشاركه في كاس العالم هو المغرب، يعني خصهم يحيدوا. تعرضنا للعنصريه بزاف، وانا ما بقاتش فيا الخساره، بقات فيا غير العنصريه اللي كانت في اول مشاركه ديالو يجي في المركز الخامس عالميا في اول نسخه. هذا إنجاز كبير بالنسبة لنا. إذن مشاهدي متتبعي قناة شوف تيفي وشوف سبور، أهلا ومرحبا بكم في هذا الحوار الشيق اللي غادي يجمعنا مع لاعب المنتخب الوطني لقصر القامة أسامة زميزم. إذن أسامة مرحبا بك معنا. شكرا بزاف، وهذا شرف لي كبير نكون حاضر معكم اليوم. مرحبا أسامة. إذن أسامة قبل ما نبدأ بالحوار ديالنا أكثر، ما كرهناش أول حاجة تحدثنا على المسار ديالك، البدايات ديالك كيفاش كانت؟ البداية ديالي ما كانتش مع شي أندية اللي معروفة ولا شي حاجة، كنت كنلعب مع فرق قايدة ديال الحوامة ومع الدراري صحابي وهذا، والحمد لله حتى سهل الله وطلعنا المنتخب ومن أفضل اللاعبين. هذا شرف لي كبير علي بالراية المغربية. يعني في الأول كنت كتصريد ما كتلعبي مع الدراري الحوامة؟ الدراري الحوامة أيضا مع يعني خوتي العائلة صافي. واش كنتي ديجا كتلعب ديجا مع شي فريق قبل المنتخب أولا نيشان دخلتي للمنتخب؟ شمن فريق كنتي أول يعني أول فريق لعبتي معاه؟ ما كانش شي فريق اللي معروف أولا، هادي هادي تنعرفها بحال نقولو جمعية في الحوامة، جمعية ديال الكرة يعني مرة في السيمانة كنلعبو ديك الحد صافي. أما أنا باش زيت عطيت وهادي يعني ما بقيتش عوالي على ديك الجمعية، يعني كنت يوميا كنلعب مع الدراري الحوامة، يعني كنت كنقدر نلعب جوج ثلاثة باردي دوس في نهار واحد، نلعب في الصباح مع الدراري، في العشية مع دراري آخرين، في الليل نلعب في المدرسة، ما المهم طحالة صح. ماشي كتجبر مثلا يعني الطول ولا زعما قصر القامة مشكلة مع انك حيت قلتي لي في الوقت كتلعبي مع الدراري الحومة، يعني هادشي ما كانش كيمثل حداك واحد العائق ولا شي حاجة، كانت زعما كتسري زعما بطريقة عادية معاهم؟ عادي، ما كاين شي غرام ديال مشكل، راه كاين بزاف ديال بنادم طويل وبصحته هادي وما في رجلو شي كرة ولا شي حاجة، ولكن هادي موهبة من عند الله، وكنشكر جمع الناس اللي وقفوا معايا وزادوا ساندوني وقالوا لي كمل، يعني ما شافوا عندي هاد الموهبة ما وقفونيش، قالوا لي زيد كمل وان شاء الله ما يكون غير خير. الحمد لله حنا ماشي في الخير. كيفاش جاء الالتحاق ديالك بالمنتخب المغربي لقصار القامة؟ الالتقاء ديالي بالمنتخب كان السبب ديالي واحد سليمان، إلا كتعرفو المعروف سليمان معروف بوغوس، هو اللي كان عطاني النمرة ديال أمين المال ديال المنتخب، وصافي عيطت له هدرت معاه هذا، قال لي صافي ملي تكون شي حصة تدريبية وهذا طلع مرحبا بك. صافي ملي طلعت الحمد لله قدرت كسبت الثقة ديالهم، وفي أول حصة تدريبية عملت بلاصتي معاهم، وهذا شرف لي كبير. وصافي وتم الاختيار ديالك من واش زعما من أول حصة تدريبية أولا كانت هناك حصص أخرى؟ من أول حصة تدريبية. حصة واحدة. نعم. واخا بعد دابا نمشيو شوية نهضروا على كأس العالم، فين كنتوا عملتوا المعسكر الإعدادي ديالكم لكأس العالم؟ فين كان المعسكر؟ المعسكر كان في مدينة القنيطرة. يعني واخا ما كناش يدخلنا المعسكر شي وقت طويل،
وكان ديك الوقت ضيق بزاف، يعني 3 ايام، 3 ايام خصك يعني ترينينا يومين من لونطرينا يومين صافي. نهار الثالث يعني خصك ترتاح لغدا عندك الطيارة. يعني معسكر كان فيه يومين صافي يومين. وكانت المدة يومين كانت كافية أنكم تدربوا وتمشيو زعما؟ واش كافية بالنسبة لكم يومين؟ كنعرفوا زعما معسكر كيكون طويل، الأيام ديالو كيطول شوية. هي بالنسبة ما كافية شي، ولكن للكوتش عصام نصيري اللي كان ديما واقف معنا وكيساندنا يعني وخدمت في الجروب وكيقولنا خدموا عليهم، يعني احنا ما عندناش الامكانيات باش نجمعوا بقاو كاملين مجموعين وفي وقت طويل، يعني الدراري اللي كانوا تسايق فيهم عصام وكانوا كي يعملوا داكشي اللي كيقول لهم داكشي بحال اللي حنا مجموعين، يعني الحصص اللي نعملوا مجموعين كل واحد كيعملوا راسو، ويعني قدرنا نعملوا واحد الانسجام مع بعضياتنا يعني ملي ديك اليومين. ماشي نقول لك بحال عاد نخدموا الوقفه عاد نخدموا، لا ديك اليومين يعني غير الانسجام مع بعضياتنا، غير الوقفه في وسط هذيك كيفاش نتحركوا. اما شي حاجات اخرى كنا ابدا في كل واحد راسو. واخا اسامه هضرتي دابا على الامكانيات، ما كانوش عندنا الامكانيات زعما، من ناحيه شنو الامكانيات اللي ما كانوش عندكم؟ هي اهم حاجه احنا ماشي مداخلينش في الجامعه، مداخلينش في الجامعه، يعني حنايا منتخب ديال قصه القامه، يعني الى لاحظتي راه هذه معروفه كنمثلوا البلاد، كنلعبوا بالاسم ديال المنتخب الوطني، ولكن ما كنلعبوش بالتونيات، ما كنلعبوش بالتونيات ديال التشواكات ديال المنتخب موحد، يعني كنلعبوا بالتشواكات ديال ابي سبورت، يعني السيف وزير القجع يعني هو يعني كيعاوننا ماشي على حساب الجميع، كيعاوننا هو في التنقل ديال مثلا شي حاجه على برا، الطائرات والفيزا وهادي وصافي. وبالنسبة للدعم ديالكم منين كتجي الفرقة الدعم مادام داخلين الجامعة؟ كيفاش كتسير؟ كيفاش مشى الفرقة؟ الدعم ما كاينش، الدعم ما كاينش، يعني المنتخب المغربي القصال القامة، يعني انتوما اللي كتمثلوا البلاد، انتوما اللي كتمشيو يعني شلة دول كتشاركوا في مجموعة البطولات وما كاينش الدعم. كاينش الدعم، كل واحد كيتقاتل على راسو، كاين الله يحسن العون كيتسلف ويتكلف باش يجي ويحضر معنا باش كيتقاتل على الفكرة ديال القصة القامة، وكاملين عاملين يد وحدة باش حتى حنايا يجي واحد النهار ندخلوا للجامعة، ندخلوا في الجامعة. تهضر لي شوية على المشاركة ديالكم في كأس العالم، كيفاش كانت المشاركة ديالكم؟ المشاركة يعني أنا بالنسبة لي حلم، يعني أنا بيدي ملي كنت صغير كنت كنحلم حتى أنا نلعب مع المنتخب ونعلم الراية ديال البلاد وهادي كأس العالم، هذا يعني ماشي دوري في الحومة وصافي، يعني هذا كأس العالم، يعني كتمثل بلادك في العالم كامل، والحمد لله قدرنا نتصدروا الأولين في المجموعة وتأهلنا للربع النهائي، وخا كانوا على حسب مشاكل مع الحكام وخسرنا 1-0 في الربع النهائي، حيدونا الجول الأول وحيدونا شحال ما فوط وحيدونا، يعني بحال نقول لك خصهم يطيرونا صح. انا بالنسبه لي اللي ماشي خساره على حسب ماركينا وشحال لي فوط هادي ما كيعطيوهمناش، يعني بحال نقول لك الدوله العربيه الوحيده اللي مشاركه في كاس العالم هو المغرب، يعني خصهم يحيدوا. وعادي كان واحد الشيء اخر اللي حتى شي واحد ما عرفو، هو ملي قالوا كاس العالم حيتصدر في الارجنتين بالحق على الاقل كل دوله تجيب حكم ديالها باش ما يكونش الغلب من واحد، ما بغاوش الحكام كاملين كانوا من الارجنتين، يعني هذا سبب باين الارجنتين هي اللي هتديها. وداكشي اللي كان نهار الفينال اللي كانت جمع بين الارجنتين وباراغواي، باراغواي كانت لعبه بزاف وماركاو هما الاولى
ولكن الحكام ديال الأرجنتين يعني زادوا معها، وهي في القانون 5 اللي فوت 6 ساعات كيعطيك دوبل بينالتي. هما عملوا وقيلة شي جوج ديال لي فوت ولا 3 وبداو كيعطيوهم في دوبل بينالتي، يعني 3 مربع عطيتهم، يعني واخا تعطيهم ديك لي فوت ماشي شي فوت، يعني هذيك عادية. الى شي ملعبي يتحكم مع اخر كيعطيهم دوبل بينالتي 3 مربع عطيتو في شي جوج دقائق وقيلة، على حسب يعني كانت باراغواي اللي هتديها. وصادي تلك باراغواي ما بغاوش وانسحبوا وقالوا لهم الا بغيتوا نعاودوا الماتش يعني تجيبوا شي شي حكام من دولة اخرى، ماشي حتى من امريكا اللاتينية، يكونوا من اوروبا او من افريقيا. ما بغاوش قالك الحكام يكونوا من الارجنتين. ساعة باراغواي انسحبت مرة والكأس داتو الارجنتين. حسيتوا اذا بالعنصرية وانتم تما؟ تعرضنا للعنصرية بزاف، وانا ما بقاتش فيا الخسارة، بقات فيا غير العنصرية اللي كانت. يعني انت كتقاتل وكتشوف كوانا وما كيتماركاو وكيحيدوهم لك في قبات عينك، بعدا واحد الكون الحكام متفقوش مع بعطيتو، واحد حسب كون وياكل قالو لا، يعني مع بعطيتو ما تفهموش. و هادي اللي بقات فينا هي العنصرية والحقرة. أما الخسارة ماشي راه أي فرقة في العالم كتخسر، هذا ماشي هو شي حاجة كبيرة. وهيداك وقدرنا نجيو المركز الخامس عالميا، وأول منتخب عربي وإفريقي يشارك في كأس العالم، وفي أول مشاركة ديالو يجي في المركز الخامس عالميا في أول نسخة. هذا إنجاز كبير بالنسبة لنا. بالنسبة للمنافسات القادمة اللي غتشاركوا فيها، شنو المنافسات القادمة اللي كتوجدوا ليها حاليا؟ دابا ان شاء الله في شهر واحد ولا جوج تقدر تبدا بطولة الوطنية. احنا كنأسسوا في الفرق، انا اسست اتحاد طنجة ديال قيس القامة، ودابا انت امتى كان التأسيس ديالك؟ التأسيس ديالي كان 14 شهر 6 14 6 اسست فرق ديال اتحاد طنجة ديال قيس القامة، ودابا هما كيتأسسوا فرق اخرين مثل الرباط، كازا، مراكش، اكادير، فاس، مكناس. يعني من شهر واحد ان شاء الله نتمنوا يكونوا كل شيء جاهز باش نبداو حنايا البطوله ديالنا وفرضوا الوجود ديالنا على الجميع، باللي حنا الفرق مكمولين ومنتخب كاين. يعني خصنا غير المعاونه ديالكم والدعم ديالكم، وان شاء الله ما يكون غير خير. واهم حاجه هي فريق اتحاد طنجة هو اول فريق تاسس رسميا في البطوله الوطنيه. واش كتشوف ان كره القدم لقيس القامه يعني هنا في المغرب، واش زعما كتحظى بديك الاهتمام بحال كتحظى به الكره المغربيه، زعما يعني الكره العاديه او الفوتسال او الى اخره؟ واش كتشوف ان المنتخب يعني او لا كاع الكره يعني بصفه عامه ديال قيس القامه، واش كتحظى بديك الاهتمام او لا باقي محقوره شويه من طرف زعما عندنا شويه في المغرب؟ هي نقول لك يعني ملي مشينا لبيرو كانت المشاركة ديالنا في كوبا أمريكا في بيرو كضيوف شرف، وجينا المركز الخامس عاوتاني في كوبا أمريكا، وديك الساعة بحال نقول لك بحال دي مارينا. كيفاش كتشوف دابا حاليا المستوى ديال الكرة كرة القدم المغربية؟ كرة القدم المغربية زادت تقدمت بزاف، و يعني ما بقاتش في ديك في مؤخرة ديال البطولة العالمية، يعني تقدمت بزاف. وبسبب ملي رجع فوزي القجع رئيس الجمعية الملكية يعني عطى الاهتمام لهاد الكرة وزاد بينا، والصراحة يعني هو كامل المستحيل باش المغرب يبان في كل شيء وفي احسن مستوى،
والسبب الاول يعني انتما شفتوا في كأس العالم ديال 2022. بعد المسار ديالك يعني الحافلي في 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 كرة القدم، واش ربما نقدروا نشوفوا لك واحد النهار، نشوفوا اسامه كمدرب، او واش اصلا عندك واحد الفكره اننا واحد النهار نقدروا نشوفوك يعني في في المجال ديال التدريب؟ ان شاء الله علاش لا، وهذا شرف لي كبير كلاعب ونرجع كمدرب. هذه يعني ماشي سهله، ولكن دابا نقول لك كمدرب راه ما تشوفوهاش دابا ولا قريبه ولا هذيك، على حسب اصغر لاعب في المنتخب الوطني هو انا. يعني القليله قليله، راه باقي لي واحد 10 سنين ولا 15 عام تجي واقي صغير بزاف، وان شاء الله علاش نشوفو نشوف راسي كمدرب وحنايا باقي في البداية. وحنا دابا بحال نقول لك كنشقوا الطريق للأجيال اللي طالعة ديال قصة القامة، إن شاء الله علاش الأجيال اللي طالعة يجبروا الطريق مفتوحة. وشرف لي كبير نكون مدرب ديالو. أسامة، كلمة أخيرة، شنو تبغي تقول للجمهور ديالك اللي تبعك وساندك من نهار بديتي إلى يومنا هذا؟ واخا نقول لهم اللي قلت، راه كلمة الشكر قليلة في حقكم بزاف، وهداك وشكرا بزاف وعلى الثقة ديالكم وعلى التشجيعات ديالكم، وهذا شرف لي كبير نمثل الراية المغربية ونمثل مدينة طنجة أحسن تمثيل. والحمد لله كنت أحسن لاعب في كأس أفرو الآسيوي اللي كان كيشارك في القارتين بجوج إفريقيا وآسيا، قدرت ندي أحسن لاعب فيها، وعليت من الراية المغربية وعليت من الراية الطنجاوية، وهذا شرف لي كبير، وشكرا على الثقة ديالكم.